هنبدأ مع آخر الأخبار اللي تم تداولها اليوم واللي بدأت يعني يكون ليها ردود فعل واسعة، وهي المتعلقة بقرار المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوم على ذمة التحقيقات بعد ما قام باستجوابه ومواجهته بالأدلة وتوجيه الاتهامات له في الجرائم اللي ارتكبها بالاشتراك مع آخرين. تضمنت لائحة الاتهامات المسندة إلى مرسي السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب وهروب هو شخصيا من السجن وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار واختطاف بعض الضباط والجنود. وكلف قاضي التحقيق كلف النيابة العامة بسؤال بعض الشهود إعمالا للسلطة المخولة له بنص قانون الإجراءات الجنائية. وأوضح القاضي المنتدب للتحقيق مع الرئيس المعزول مرسي أنه ينبغي على وسائل الإعلام الالتزام بقرار حظر النشر الصادر في تلك القضية عدا ما يصدر عنه شخصيا من بيانات بشأنها حفاظا على سرية التحقيقات وسلامة الأمن القومي للبلاد. وللمزيد من التفاصيل بينضم لنا على الهاتف الأستاذ يسري البدري رئيس قسم الحوادث بجريدة المصري اليوم. أستاذ يسري مساء الخير يا فندم. أستاذ ياسمين مساء الخير. مساء الخير أهلا بحضرتك. أستاذ يسري عايز أعرف تفاصيل هذا الخبر خاصة أنه كان تم الحديث عنه مؤخرا ثم تم نفيه بعد ذلك والآن بالفعل تم حبس الرئيس محمد مرسي 15 يوم على ذمة التحقيق. والله وفقا للبيان الصادر عن المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة اليوم قرر حبس الرئيس السابق أو الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوم في أول القضايا التي يبدأ التحقيق معه بعد عزله في 3/7 الجاري. التحقيق في واقعة التخابر مع عناصر أجنبية من حركة حماس والسعي إلى هروب المساجين واقتحام المنشآت الشرطية واختطاف بعض الضباط. هذه التحقيقات التي كشف عنها المستشار خالد محجوب رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية والتي كلف النيابة العامة من قبل بالتحقيق مع الرئيس السابق مرسي و34 من قيادة جماعة الإخوان المسلمين فيما عرف بواقعة الهروب الكبير من السجون والتي هرب بموجبها عدد كبير من النزلاء في سجن وادي النطرون، ذلك السجن الذي كان مودع به الرئيس السابق مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وقت ثورة 25 يناير. هذا القرار صدر وهو أول قرار حبس يصدر ضد الرئيس المعزول محمد مرسي باتهامات التخابر مع عناصر حماس، وهذا شيء مؤكد أكدته تحقيقات، لكن التحقيقات وفقا للقرار الصادر من قاضي التحقيق هناك حظر نشر في القضية عدا البيانات التي يصرح بها شخصيا وجميع وسائل الإعلام ملتزمة بذلك القرار، لكن التحقيقات التي كشف عنها المستشار خالد محجوب أكدت أن اشتراك جماعة الإخوان المسلمين مع عناصر حركة حماس الفلسطينية وكتائب عز الدين القسام وجيش الإسلام الفلسطيني وحزب الله بالاتفاق والاشتراك مع العناصر الإجرامية وبعض عناصر البدو والتنظيمات الجهادية والسلفية والإخوانية على اقتحام وتهريب السجناء خلال الفترة من 25 يناير حتى فترة 11 فبراير 2011 والتي هرب بموجبها 21 ألف سجين من السجون المصرية، وأن النيابة العامة ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة الاستماع إلى عدد من الشهود في واقعة الهروب وواقعة التخابر. هل هيكون هناك أسماء بعينها محور الاهتمام في هذه القضية؟ هو بالفعل فيه 34 شخصية على أجهزة الأمن وفقا لقرار المحكمة الصادر من قبل يجب عليها أن يتم ضبطهم وإحضارهم، ودول اللي كان قالهم المستشار المحجوب في وقت ما كان بيعلن البيان المتعلق بهذه القضية. بالفعل دول هم المتهمين في هذه الواقعة تحديدا، لكن فيه قيادات من خارج مصر مثل أيمن نوفل ومحمد الهادي، دول من حركة حماس، سامي شهاب من حزب الله، دول اللي مطلوب منهم من ويسر موافي اللي هو موجود حاليا أو رمز موافي أمير تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء واللي هو بيقول إنه هو موجود دلوقتي في جبل الحلال وبيأسس ما يعرف بجيش الإسلام.
أيضا فيه شخصيات من وزارة الداخلية سيتم استدعائها لسماع أقوالها إذا كان الضباط كانوا يتابعون النشاط الديني في وزارة الداخلية أو من الضباط الذين قاموا بتحرير باصطحاب الدكتور محمد مرسي و34 آخرين يوم 27 من معسكرات الأمن ب 6 أكتوبر إلى سجن وادي النطرون يوم 29. أيضا الضباط الذين حرروا محضر الاعتقال وقرار الاعتقال، وقد يتم الاستماع إلى أقوال اللواء حبيب العدي الذي أصدر قرار باعتقال الدكتور مرسي على ذمة هذه قضية التخابر. أيضا سيتم الاستماع إلى أقوال عدد كبير من مسؤولي قطاع السجون المصرية، خاصة أن هناك شهادات نشرناها في جريدة المصر اليوم تؤكد تورط عناصر من حركة حماس في اقتحام السجون. أعتقد أن النيابة العامة ستستمع إلى أقوال كل هؤلاء المسؤولين في قطاع السجون حتى يتضح لنا الحقيقة في واقعة اقتحام 11 سجن تحديدا، حدث اقتحامها من يوم 28 حتى يوم 11 فبراير، وهروب 21 ألف سجين وسرق 15 ألف قطعة سلاح من السجون المصرية. طب بالنسبة أستاذ يسري للي في حماس ده، يعني كيفية التعامل معاهم، هل تم تحديد كيفية التعامل معاهم هيكون إزاي؟ هيقدروا إن هم يستدعوهم إزاي، ولا هم فقط هيكونوا أسماء يعني مترقب وصولها أو مترقب القبض عليها بأي شكل من الأشكال؟ لا، وفقا للإجراءات القانونية والإجراءات القضائية، النيابة العامة في مكتب فني في مكتب النائب العام، وإدارة تطلق عليها إدارة التعاون الدولي. إدارة التعاون الدولي تختص بإعادة بإعداد ملف استرداد عن طريق الخارجية المصرية، يتم فيه قيد كل الاتهامات الموجهة سواء كان مشهاب أو يسري أو يسري موافي أو محمد الهادي أو جميع من تم طلبهم وفقا للاتهامات ووفقا للعقوبات وفقا للقانون المصري. هذا مكتب التعاون الدولي ينسق مع قطاع الانتربول التابع لوزارة الداخلية في إعداد هذا الملف، والذي يطلق عليه ملف طلب دولي عن طريق احنا هنا بنتكلم عن الاجراءات الطبيعيه، يعني فكره الانتربول احنا بنتكلم كده على الاجراءات الطبيعيه، لكن انا بتكلم عن صعوبه يعني الوصول لهؤلاء المتهمين. اليس هناك صعوبه وربما يعني يكون في حاجه لاي يعني اجراءات استثنائيه او تعاون مع الجانب الفلسطيني بشكل من الاشكال؟ هو في صعوبه خاصه انه هؤلاء المساجين او المتهمين كانوا محبوسين، البعض منهم كانوا محبوسين لدى السلطات المصريه وهربوا في واقعه الثوره، لكن الإجراءات الطبيعية يجب أن يتم اتخاذها، ثم نطالب الجانب الآخر بتسليم المتهمين، خاصة أننا الآن أمام وقائع مادية ووقائع ملموسة كشف عنها قاضي التحقيق اليوم، وكشف عنها من قبل المستشار خالد محجوب في تحقيقاته في واقعة جرح مستأنف الإسماعيلية. يجب على الأجهزة أن يكون هناك تعاون بين الدول لاستعادة هؤلاء المتهمين، خاصة أنهم أعدوا أعمال تخريبية، وأن قرار حظر النشر الذي أصدره قاضي التحقيق اليوم لصالح التحقيقات، لأنه لا يحقق في واقعة واحدة فقط، هو يحقق في واقعة التخابر، يحقق في واقعة اقتحام السجون، يحقق في واقعة جديدة هي اختطاف الضباط، يحقق في عدة وقائع. كل هذه الاتهامات التي يمثل بموجبها الرئيس المعزول محمد مرسي قد يصل عقوبتها وفقا لقانون العقوبات المصري إلى الإعدام في وقعة التخابر فقط، ما بالك بخمس أو ست وقع أخرى بخلاف قضايا وبلاغات وسيل من البلاغات موجودة على مكتب النائب العام. هذا قاضي تحقيق واحد يحقق في خمس قضايا، لكن هناك العديد من البلاغات ضد الدكتور محمد مرسي، منها الإفراج عن عدد من القيادات السياسية داخل السجون بقرارات عفو، منها أيضا التحقيق في واقعة الهروب الكبير، إذا كان هذا القاضي سيتولى التحقيق في هذه الواقعة أم سيتم إسنادها إلى قاضي آخر، بلاغات أخرى قد تصل عقوبتها أيضا إلى المؤبد أو الأشغال الشاقة. طيب أستاذ يسري، بالنسبة لمكان تواجد الرئيس محمد رئيس طبعا المعزول محمد مرسي حاليا فين؟ والله وفقا لتصريحات من القوات المسلحة، الرئيس السابق أو الرئيس المعزول موجود في مكان تابع للقوات المسلحة. لا، ما أنا فاهم أنه في مكان آمن تابع للقوات المسلحة قهر. بعد حبسه 15 يوم يظل في هذا المكان لحمايته بشكل من الأشكال، ولا هيتم نقله للسجن؟ أعتقد أنه هيكون في تنسيق بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية، لأن وضع الدكتور محمد مرسي الآن تحول أنه محبوس احتياطيا على ذمة قضية. أعتقد أن مكانه الطبيعي سيتم إيداعه أحد السجون المركزية التي تشهد تأمين تام، وأعتقد أنه خلال ساعات قليلة مقبلة أعتقد أنه سيكون في المنطقة المركزية للسجون طرة، تحديدا سجن 992 أو ما يعرف بسجن العقرب، وهو أكثر السجون تأمينا، أو أي سجن آخر من السبع سجون في منطقة طرة.
طيب يعني حتى هذه اللحظة هنقفل الكلام عن هذا الملف وأبدأ مع حضرتك في ملف تاني متعلق باليوم، تظاهرات 26 يوليو 2013 لتفويض الجيش لمواجهة الإرهاب والعنف في مصر، استعدادات وزارة الداخلية اللي وصلت لحضرتك يا أستاذ يسري لتأمين هذه التظاهرات على مستوى المحافظات. والله منذ 3 أيام هناك لقاءات مكثفة عقدها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية مع مساعدي، تعليمات وصلت إلى جميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتأمين كل المسيرات السلمية، التصدي لكافة أعمال الشغب والتخريب من العناصر التي تجنح إلى أعمال العنف. وجدنا بالأمس اللواء محمد إبراهيم يجري جولة تفقدية في ميدان التحرير، تفقد أيضا بعض الأماكن الحيوية التي قد تشهد تجمعات، تم الدفع بتعزيزات أمنية في كافة المنشآت، تم الدفع بقوات و